What is really, I think, one of our most special episodes. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة المميزة من برنامج مع المغرب من واشنطن. شهر إبريل هذا العام كان شهرا له خصوصية لأهل الكتاب، إذ تصادف فيه وقوع شهر رمضان وعيد الفصح وعيد ميمونة معا في مناسبة تحدث مرة كل 34 عاما، وكأنه تذكير لأصحاب الديانات الثلاثة بضرورة العمل لإيجاد سبل للتعايش السلمي والتفاهم والصداقة. وهذا أمر يتفهمه الشعب المغربي جيدا، فالمغرب أكثر البلدان العربية الذي يتعايش فيه المسلمون والمسيحيون واليهود جنبا إلى جنب في وئام واحترام متبادل. وقد أتيحت لي فرصة قبل عدة أسابيع لأجرب بنفسي هذا الجانب الفريد من تاريخ المغرب الريادي، عندما استضاف النادي المغربي الأمريكي والجمعية الدولية للتراث السفردي في واشنطن مهرجان ميمونة في متحف سميثسونيان في العاصمة واشنطن. فقد اجتمع المسلمون واليهود والمسيحيون المغاربة والأمريكيون للاحتفال بعيد ميمونة على مائدة إفطار رمضاني، حيث تناولوا أطباقا مغربية على إيقاع الموسيقى المغربية وتبادلوا الحديث عن تاريخهم ومعتقداتهم مع مئات المدعوين الأمريكيين. وكان هذا بمثابة تذكير ودرس لنا جميعا بأن قيمنا وتاريخنا المشترك أقوى من أي انقسامات أو خلافات. ومن المؤكد أن أقوى رمز لهذا الواقع هو جلالة الملك محمد السادس، الذي يعتبر أميرا لكل المؤمنين بالديانات. وقد تجسد هذا أيضا عندما استضاف جلالته قداسة البابا فرانسيس في المغرب. الآن دعونا نشاهد ونستمع إلى لقطات من هذا الحدث. أشهد أن محمد رسول الله. In today's show, we'll examine this unique aspect of Moroccan history and culture. What makes it possible? حلقة اليوم من البرنامج سنخصصها لتغطية هذا الحدث الفريد في التاريخ والثقافة المغربية. ما الذي جعله ممكنا؟ لماذا هو مهم؟ وكيف يتعلم الآخرون من النموذج المغربي؟ معنا في هذه الحلقة ممثلان عن الجاليات المغربية المختلفة: حسن سمغوني، رئيس شركة كازابلانكا للسفر والسياحة، وهي شركة متخصصة في الجولات السياحية الدراسية إلى المغرب، وقد أنشأها عام 1994 بهدف الترويج للمغرب كوجهة ثقافية وتاريخية، وإشراك الأمريكيين المغاربة في إبراز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة والمحافظة عليها. وهو أمريكي مغربي يعيش في الولايات المتحدة منذ 3 عقود، ومنخرط بعمق في كل ما له علاقة بالجالية المغربية الأمريكية في منطقة العاصمة واشنطن. ونستضيف أيضا في هذه الحلقة تشارل دحان، وهو رجل أعمال أمريكي مغربي، وهو مخترع وله الكثير من الأعمال الخيرية، وقد هاجر إلى الولايات المتحدة من المغرب عام 1973. وبالإضافة لاهتماماته في مجال الأعمال، فأنه يروج للمغرب كشريك تجاري للولايات المتحدة، وعمل سفيرا للنوايا الحسنة للمغرب في الولايات المتحدة، وعمل في مجلس إدارة مؤسسة هاي أطلس، وقد أنعم عليه جلالة الملك محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية بدرجة فارس. أرحب بكما ضيفي الكريمين
الاثنين، ودعونا نبدأ اللقاء كالمعتاد مع المعلق الخاص للبرنامج جورج لاندرث. جورج، الولايات المتحدة ترى في نفسها أنها بوتقة صهار، مكان يتمتع فيه الناس من جميع الأعراق والأديان بحرية التعبير عن أنفسهم وتحقيق النجاح، لكن من الواضح أن المغرب كان يفعل ذلك منذ فترة طويلة أطول من الولايات المتحدة. ما أهمية التنوع والتسامح والتعايش السلمي في التنمية الوطنية، سواء كان ذلك في أمريكا أو في المغرب أو في أي مكان آخر؟ Well, you know, you did a good job of describing some of the history that's there. Of course, historically, Morocco. لقد أجدت في وصفك لبعض جوانب التاريخ. فمن الناحية التاريخية، فإن المغرب والولايات المتحدة كانا حليفين حتى قبل أن تصبح الولايات المتحدة دولة الولايات المتحدة الأمريكية. فحين بدأت ب13 ولاية أعلنت استقلالها، كان المغرب أول من اعترف بذلك الاستقلال وأصبح حليفا لتلك الولايات. وأعتقد أن هناك جوانب تاريخية أخرى تربط ما بيننا. وقد أجدت أيضا في وصف فكرة بوتقة الانصهار الاجتماعي، فالأمريكيون يكونون مخطئين إذا ما اعتقدوا أن بلادهم هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تعد بوتقة انصهار اجتماعي. فعلى سبيل المثال، خلال الحرب العالمية الثانية تعرض ملك المغرب لضغوط هائلة لتسليم اليهود المغاربة وترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال في أوروبا، لكنه رفض وقال إن ذلك لا يمكن أن يحدث. وأعتقد أن تصريحه آنذاك عكس مدى الالتزام الحقيقي بمساندته لفكرة التنوع في وقت كانت فيه أقوى جيوش العالم قد حشدت قواتها شمال أفريقيا، ولم يكن الجيش الألماني يطلب من العاهل المغربي وإنما كان يأمر، لكنه رفض رفضا قاطعا، مما عكس عمق الالتزام بالفكرة القائلة بأنه ليس من الضروري أن تكون معتنقا لنفس الديانة لكي تصبح أخا أو أختا أو شخصا له قيمة. وعندما نؤمن بذلك فإننا لا نصبح أعداء لبعضنا البعض، وإنما نصبح أصدقاء بل وعائلة واحدة. وأعتقد أنه مفهوم بالغ الأهمية، لأنك كأمة واحدة ينبغي أن تصبح قادرا على العمل مع الآخرين والتعاون معهم اقتصاديا وفي مجالات أخرى. فالالتزام بالتنوع يجعل كل ذلك ممكنا. وهكذا فإن الالتزام به لا يقتصر على كونه أمرا أخلاقيا، ولكنه أمر طيب للاقتصاد وللسياسة العامة ويشكل وجدان الأمة. Thank you, George. That's a wonderful reminder of a. شكرا يا جورج على هذا التذكير الرائع بحقائق التاريخ. دعونا نستمع الآن إلى أحد منظمي الحدث الذي عقد في متحف سميثسونيان، السيد إفرام كاتسيز. ميمونة is most associated with Morocco, with Moroccan Jewry. ترتبط ميمونة بشكل أساسي مع المغرب، ويرجع تاريخها إلى روح حب الجار ومساعدة الناس لبعضهم، لأنه أثناء عيد الفصح اليهودي لا يكون لدينا أطعمة تدخل فيها الخميرة في بيوتنا. وعندما ينتهي عيد الفصح كل عام وقبل ظهور محلات السوبر ماركت، كان من الصعب العثور عليه، وكان يتعين علينا كيهود الانتظار إلى غروب الشمس كما ينتظر المسلمون أذان المغرب في رمضان ليفطروا. وكنا نعتمد على جيراننا المسلمين ليحضروا لنا هذه المواد الغذائية، وكنا نحتفل معا بتناول الطعام، ويتمنى كل منا للآخر موسم أعياد طيبا. الآن يا تشار، باعتبارك يهوديا أمريكيا مغربيا، ماذا تعني لك ميمونة؟ والأهم من ذلك، ما الذي تعنيه بالنسبة للمغرب حيث يحتفل به اليهود والمسلمون معا منذ قرون كما سمعنا من السيد إفرام؟ ميمونة has always been one of the major. احتفال ميمونة كان دائما عيدا رئيسيا، بل أفضل أعيادنا، لأنه بمثابة حفل الكريسماس للجميع، وهو احتفال بنهاية عيد الفصح اليهودي، بل هو أكثر من ذلك، لأنه يظهر مجتمعا مغربيا متناسقا. ففي بداية عيد الفصح تبيع العائلات المغربية خبز حامتس، وهو الغذاء المحرم على اليهود خلال الأيام السبعة لعيد الفصح،
وبنهاية العيد يقوم اليهود المغاربة بشراء ذلك الخبز من جيرانهم ومعظمهم من المسلمين. وكان احتفال ميمونة مناسبة يحتفل بها اليهود المغاربة مع باقي جيرانهم. وعلى سبيل المثال يبدأ الجيران المسلمون في إعداد وجبات طعام لمساعدة جيرانهم اليهود في الاحتفال مساء انتهاء عيد الفصح، ويفتح اليهود منازلهم للجميع ولا يدعونهم، وإنما يرفعون شعار الباب مفتوح لكل من يرغب في الدخول. وأظهر ذلك الشعور بالانتماء إلى المجتمع ووحدة مواطنيه بغض النظر عن دياناتهم. That's really such a beautiful story, Charles. Hassan, that's the reality that we all. هذه قصة مؤثرة يا تشارل. شكرا جزيلا عليها. الآن يا حسن، هذه حقيقة أنت على علم بها كونكم عشتم في المغرب معا. أنت قضيت وقتا طويلا من خبراتك في أخذ الأمريكيين في جولات إلى المغرب ليشاهدوا معالمه، فما الذي لاحظته من خلال رد فعلهم؟ هل استطاعوا أن يلمسوا هذه الحقيقة التي شرحها تشار؟ وماذا كان رد فعلهم؟ أنتظر منك الإجابة بعد فاصل قصير، فمن المؤكد أن لديك الكثير من الحكايات. إذن مشاهدين الكرام، سوف نتحول الآن إلى الفاصل، وبعده نستمع إلى حكايات حسن عن رؤية الأمريكيين للمغرب لأول مرة وانطباعاتهم عن هذا البلد الذي يتعايش فيه الناس منذ قرون عديدة من كل الديانات والمعتقدات كما قال تشارل. مشاهدينا ابقوا معنا. عندما ندرك أن العالم يسير بسرعة كبيرة، عندما ندرك أن أشياء كثيرة تتغير ولا يمكننا التحكم فيها أحياناً، حينها يكون لدينا إحساس بمرور الوقت بسرعة كبيرة. ماذا لو توفرت لك وسيلة فعالة بأفكار مبدعة ومفاهيم جديدة للاستفادة دون جهد أو عناء؟ ميدي1 بودكاست، للاستماع باستمتاع. مشاهدين الكرام، welcome back to Mal Maghreb in Washington. مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في مع المغرب من واشنطن. موضوعنا اليوم عن التعايش الديني في المغرب والدور الذي يلعبه جلالة الملك في تعزيز مناخ التسامح والتفاهم والتعايش. أعود إليك يا حسن بالسؤال الذي طرحته عليك قبل الفاصل عن خبراتك في شرح وعرض الثقافة المغربية الفريدة للأمريكيين، تفضل. عندما بدأنا في تأسيس مجموعة لتنظيم الرحلات من الولايات المتحدة إلى المغرب، كان لدينا أنواع مختلفة من الرحلات تتراوح ما بين الترفيه إلى رحلات صوفية ورحلات دراسية في المغرب. وبطبيعة الحال عندما نلتقي بعملائنا الراغبين في السفر، نعرفهم بالمدن المغربية والأماكن التي سيقومون بزيارتها. وبعد أن نبدأ رحلاتنا في المغرب وهم يزورون أيضا دولا إفريقية وعربية وإسلامية، فإن السؤال الوحيد الذي لا نطرحه عليهم هو: ما هي ديانتكم؟ فهم ينتمون إلى الدين اليهودي والدين المسيحي والدين الإسلامي. وأول محط في الرحلات يكون في الدار البيضاء كمركز حضاري، فيتجولون في أرجاء المدينة، ثم يزورون مسجد الحسن الثاني، ويكون الانطباع الأول لديهم هو عظمة ذلك المسجد والمشاعر الروحانية التي تشيع فيه. ثم نأخذهم إلى الكنيسة، ويتكون لدى كل منهم رأي مختلف عما رأوه في المغرب،
ونختتم الجولة بزيارة المعبد اليهودي أو السيناجوج. وفي بداية كل رحلة أبذل جهدي للتأكد من أننا نصطحب المسافرين معنا إلى أماكن مختلفة بعد أن نقيم مشاعر ودية معهم، ثم نأخذهم إلى مدينة فاس ونبدأ في الحديث معهم عن حي الملاح والحي اليهودي في المدينة، وهو المتاخم للقصر الملكي، بمعنى أنه مجاور لقصر أمير المؤمنين، ونشرح لهم لماذا كان الحي اليهودي واقعا إلى جوار ذلك القصر، لأننا في الإسلام نؤمن بفكرة الجوار، وأن تعتبر جارك أخا أو أختا. وعندما كنت مقيما في المغرب كطفل صغير كنا نتحدث عن احتفال ميمونة، وكنت ذلك الطفل الذي يأخذ الطعام من منزل يهودي كما ذكر تشارلز إلى منزل مسلم، وربما أفعل العكس مع نهاية الاحتفال بعيد الفصح. وفي هذه الأجواء يبدأ المشاركون في الرحلة في الحديث عن العقيدة خلال الرحلة، وهنا نبدأ حوار الأديان والتعايش، وننتقل بعد ذلك من العقيدة إلى الترفيه إلى زيارة مناطق المغرب الجميلة بما فيها الصحراء. يا لها من تجارب ثرية. دعونا ننتقل الآن إلى احتفال ميمونة ونستمع إلى ضيف آخر من هذا الحدث، سيد جيسون آيزكسن، الذي استضفناه عدة مرات في البرنامج، وهو مدير السياسات في اللجنة الأمريكية اليهودية. فلنشاهد ونستمع. احتفال ميمونة له جوانب رمزية هائلة، فهو يمثل روح الاحترام المتبادل والتسامح، ويمثل بصراحة الاحتفال بتقاليد الديانات المختلفة. فجلالة الملك محمد السادس ظل مؤمنا على الدوام بتوسيع نطاق روح الاحترام المتبادل وتكريم تقاليد وممارسات كافة الديانات باعتباره أميرا للمؤمنين. ويعلم اليهود المغاربة سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل أن هناك موطن دائم لهم في المغرب الذي يمد يده إليهم وإلى اليهود المغاربة هنا في أمريكا وفي أنحاء العالم، لإظهار مدى إخلاص المغرب للالتزام بهذه التقاليد. مما ذكره جيسون لفت انتباهي إخلاص جلالة الملك محمد السادس لهذا التعايش والتسامح اللذين ظهر مع ظهور التاريخ المغربي ومع ظهور الأديان. أود أن أطرح عليكما سؤالا موحدا، وأبدأ بتوجيه السؤال إلى تشارل، والسؤال متعلق بدور جلالة الملك. فكما قال جيسون فإن جلالته هو أمير للمؤمنين، ليس فقط للمسلمين ولكن لكل أتباع الديانات الأخرى. سؤالي هنا، ما دور جلالة ملك المغرب في الحفاظ على هذا المستوى من التعايش وتشريف وإضفاء معنى لهذا الدور التاريخي الفريد؟ The relationship of the Jewish community and the king had هناك روابط متينة تربط بين المجتمع اليهودي وبين جلالة الملك، بمعنى أنه كل يوم سبت وفي كل يوم تقام فيه الصلوات نبارك جلالته وندعو له بالصحة وبطول العمر، ونحن نكن قدرا هائلا من الاحترام والإعجاب بجلالة الملك محمد السادس، وكذلك بوالده وبجده، ولن أعود هنا إلى كلماتهم الخالدة، ولكن الحقيقة هي أنهم كانوا جميعا حاسمين في مجابهة الآراء المتطرفة للبعض الذين حاولوا التأثير سلبيا على تلك العلاقة الخاصة القائمة في المغرب، والتي لا يوجد مثيل لها في أي بلد عربي آخر. فالمغرب فريد في ذلك، والسبب هو جلالة الملك
الذي تولى منصب الحكم الذي يعيد الجميع إلى المنطق السوي وإلى أرض الواقع والحقيقة. ولهذا يكن مجتمع اليهود المغاربة والمسلمون المغاربة قدرا هائلا من الاحترام غير المشروط، ونشعر كيهود في المغرب بأننا محظوظون تماما بقيادة جلالة الملك. وأنت يا حسن ما قولك؟ Can I add more about what Charles said about his majesty? ليس لدي ما أضيف لما قاله تشارلز عن جلالة الملك ودوره كأمير للمؤمنين. فنحن نشعر بالامتنان لجلالته ولدوره فيما يتعلق بالديانات، فهو يجمعنا معا. وعندما تنظر إلى تاريخ المغرب وما قدمته سلالة العلويين للإسلام وفتح أبواب الهجرة أمام المغاربة كمواطنين جيدين طيبين، نشكر الله سبحانه وتعالى على استمرار تلك السياسات. إنما نحتاج إليه اليوم هو تسليم تلك السياسة للجيل القادم، وهو دور يجب أن يقوم به الآباء والأمهات والعائلات والأمة كمغاربة لإظهار روعة إمارة المؤمنين، والتي تشكل مدعاة للفخر لكل مغربي أمريكي. واليوم ونحن نتحدث من واشنطن العاصمة الأمريكية، نجعل أشقائنا في المغرب يتفهمون كيف أننا في رعاية كريمة من جلالة الملك، ومع أننا على بعد آلاف الأميال من المغرب، فنحن جميعا معا من قلب إلى قلب. Charles, I mean something that Hassan's last question, something that Hassan said really caught my. لفت انتباهي مما قاله حسن أنه من المهم للغاية للجيل الصاعد، جيل المستقبل، أن يفهم هذا الدور القيادي الذي يلعبه المغرب، واحترام نموذجه في جمع أصحاب الديانات المختلفة تحت مظلة واحدة. فهناك جالية يهودية كبيرة في المغرب، وهناك يهود مغاربة في إسرائيل، ونجد أن دول العالم منشغلة بمحاربة التطرف السياسي والتطرف الديني، وهي مشكلة تواجه الولايات المتحدة وغيرها. ما هي الدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول من النموذج المغربي في التعامل مع هذا النوع من الاختلافات؟ The problem of extremism is based in education. تعود مشكلة التطرف إلى التعليم. فلو أننا ركزنا على تعليم تاريخ كل مجموعة وتاريخ كل مجتمع، فإننا سوف نتمكن من ترسيخ فكرة أن التطرف لا يشكل حلا يمكن التعايش معه ومحاولة الخروج منه بأفضل ما يمكن، وأن من الأفضل البناء وليس الهدم، وبذل الجهود لتوفير حياة أفضل لأطفالنا. فكلنا نسعى إلى مد يد المساعدة لأطفالنا، ونحن لا نفعل عكس ذلك. وهكذا يعود الأمر بشكل أساسي إلى التعليم. فكلما وفرنا التعليم وكلما شرحنا التاريخ، كلما أمكننا مجابهة التطرف. ولعل ما يؤلم القلب أن تتحدث مع فتى في 15 أو 16 من عمره، وهو ما فعلته أثناء وجودي في المغرب، دون
أن أعرف أنه من أسرة يهودية في المدينة التي قمت بزيارتها، وأدركت أنه لم يتعرف على موقف الديانة اليهودية أو التاريخ اليهودي من التطرف، ولذلك يتعين علينا أن نوفر لهم البديل. Lots of words of wisdom from our wonderful guests and good friends, Charles Dahan and Hassan Samprouni. Lots to talk about. But, you know, what this special time has taught me, what being at the Mimouna Festival in Washington D.C. يا لها من حكم بليغة تلك التي سمعناها من ضيوفنا في هذه الحلقة حسن سمغوني وتشارل دحان. وأريد هنا أن أضيف شيئا من الدرس الذي نتعلمه من احتفال ميمونة، وهو بالضبط ما قاله تشارل وحسن. فواقع المغرب المتمثل في المشاركة في التقاليد والعادات بين كل أتباع الديانات المختلفة هو أمر فريد، ولكن لا يجب أن نأخذه كأمر مسلم به، فهناك عمل وجهد دؤوب وراءه. وبفضل الله أن هناك جلالة الملك الذي يمثل التجسيد الحي لفكرة التعايش، لكن الفكرة يجب أن تعيش أيضا في قلب كل مواطن، وهذا يبدأ بالتعليم وفهم التاريخ. وأرجو أن تكون هذه الحلقة قد قدمت شيئا مفيدا لمشاهدينا، وأرجو منكم مشاهدينا نشر هذه الحلقة فيما بينكم حتى تصل لكل من ليست لديه معرفة عن المغرب، هذا البلد الجميل. في نهاية الحلقة أشكر ضيوفنا تشارل حان وحسن سمغوني وجورج لاندرث، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من البرنامج. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف البريد بنك، البريد بنك لكل المغاربة.